من مسيرة صامتة تظهر قوة الفرنسيين وتعلن حبهم للحرية والتسامح، وفق ما ذكره الرئيس الفرنسي، إلى مسيرة تضم عددا من الإرهابيين وفي مقدمتهم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني ومساعدوه. تلك هي أهم ملامح مسيرة باريس ضد الإرهاب التي شارك فيها أكثر من مليون شخص بحضور العشرات من مسؤولي دول العالم، تنديدا بهجمات أودت بحياة 17 شخصا. وشارك في المسيرة المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الإيطالي ورؤساء أفارقة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والعاهل الأردني، كما أرسل أوباما وبوتين ممثلين عنهما. وشارك في التظاهر أيضا رئيس حكومة تونس ووزراء خارجية الجزائر والإمارات والبحرين ومصر. فرنسيا شاركت كل الأحزاب السياسية باستثناء الجبهة الوطنية التي تم استبعادها من الاستعدادات للتجمع. المسيرة جرت وسط إجراءات أمنية مشددة خوفا من هجمات محتملة، وقام الآلاف من الأمنيين والجنود بحماية المواقع الأمنية وتأمين مقر وسائل الإعلام ودور العبادة والسفارات والمدارس. لكن شعار أنا شارلي الذي انتشر في العالم يبدو أنه حول إلى منحى آخر في ظل ما روجته وسائل إعلام إسرائيلية عن إضافة أنا يهودي للشعار، وفي ظل دعوات صهيونية لترحيل يهود أوروبا لإسرائيل، دعوات لم يتقبلها رئيس وزراء فرنسا موجها كلامه لنتنياهو بأن يهود فرنسا فرنسيون أولا. وتتزامن هذه البلبلة مع إصرار نتنياهو على دفن الضحايا اليهود في هذه الاعتداءات في القدس المحتلة تكريسا للاحتلال والاستيطان وتهجير الفلسطينيين. في المحصلة، ورغم أن باريس هي اليوم عاصمة العالم ومكافحة الإرهاب والدفاع عن الحرية على حد قول هولاند ووزير خارجيته، يطرح السؤال مجددا، هل ستبقى حقا مسيرة العالم من أجل الحرية في ظل مسؤولية الغرب عن صناعة الحرب لتفتيت المنطقة العربية ودعم الإرهاب في سوريا والعراق؟ ولعل مشاركة أنقرة ممثلة في رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو تطرح أكثر من سؤال بشأن هذا المحفل الباريسي في ظل دعم تركيا للتنظيمات المتشددة والجماعات المسلحة في سوريا. وفي وقت سابق طلب وزراء الداخلية الأوروبيين بعد اجتماعهم الاستثنائي في باريس بلائحة للمقاتلين الأجانب في سوريا والعراق وتعزيز التعاون بين الأوروبيين لمواجهة المقاتلين الأجانب بعد أن أخذ الإرهاب بعدا أوروبيا، والعمل على تعديل اتفاقية شنغن لفرض إجراءات مراقبة على الحدود. مسيرة باريس تطرح مجددا التساؤل بشأن مستقبل مسلمي أوروبا والغرب ومستقبل الحرب بين القيم، إذ على المشاركين في التظاهرة أن يحاربوا الكيان الصهيوني في فلسطين. وإذا كانت حرب الغرب ضد داعش ومشتقاتهم، فلا يمكن أن يكون هؤلاء أبطال حرية في سوريا وليبيا وإرهابيين في باريس. مناهضة الإرهاب لا بد أن تكون شاملة ضد الجماعات التكفيرية وضد الإرهاب والتدخل الخارجي الذي يستهدف المنطقة ككل.